انطلقت أعمال ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنسانية، والذي يعقد على مدار يومين بمشاركة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وعدد من الرموز وقادة وممثلي الأديان والثقافات حول العالم. يأتي ملتقى البحرين للحوار برعاية ملك البحرين ومشاركة نحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من شخصيات فكرية وإعلامية بارزة.